دوليا. وفي قضية الصحراء الغربية، فضحت جبهة البوليساريو مرة أخرى محاولة نظام المخزن استخفافه بالمجتمع الدولي عبر استمراره في نسج المزيد من الروايات بخصوص قضية الصحراء الغربية والتي لا علاقة لها بالواقع، مؤكدة أن القضية هي مسألة تصفية استعمار وأن تسويتها يجب أن تمر حتما بتنظيم استفتاء يسمح للشعب الصحراوي بممارسة حقه الثابت في تقرير المصير والاستقرار على غرار جميع الشعوب والبلدان المستعمرة. جاء ذلك خلال رسالة وجهها ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة سيدي محمد عمار إلى رئاسة مجلس الأمن الدولي، أثبت فيها بالأدلة الموثقة زيف مزاعم ممثلي دولة الاحتلال المغربي لدى الأمم المتحدة، والذي لجأ مرة أخرى في محاولة جديدة وعقيمة لتضليل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى مهاراته التي لا نظير لها في التضليل والأكاذيب السافرة التي لا أساس لها حول قضية الصحراء الغربية.